هاد الحجرات هذا ما راه كانوا الفوق. في الليل انا كنشوف العافيه كتشتع لهنا في الليل. في الليل كنشوف العافيه كتشتع في الماء. سبحان الله. الماء كتشتع العافيه داخل ديالي. عندك هاد الحجوره هذوما. الدار ديالي انا ها هي راه الدار ديالي شتا. نعم اسيدي. الدار ديالي هناك الكيسان كينهزوا، الكيسان كينهزوا على الطابله. الكيسان العيا كيغوت، كل شيء كيغوت. سبحان الله. هذاك راه التمون هنا كان، التمون اخر ها فين كان مشى، اخر ها فين كان عاود لتحت، ها فين، التمون كامل زاد مشى، ما كاين، هذه القانطرة أنت كتشوف القانطرة، قرب قرب لهنا، شوف، فين القانطرة فين هي؟ ما كاينش القانطرة هنا، القانطرة ما كايناش، عندك واحد القانطرة هنا كبيرة، يعني السلطات، قانطرة وحدة هنا كبيرة، هذيك ما كايناش مشات، ما كايناش، سبحان الله، ها؟ تما تما باقي. هذه السيد العميد جاس من هنايا ورئيس الدائرة والقايد وقفت معاهم هنا بغيت نتعرف على القنطرة هذه القنطرة هذه نقول للسيد العميد شوف اش كيديروا لنا التجهيز ومن جا السيد العميد السيد العميد اش كيقول لك انا كيسميتو في الريكون شو العامة ابو الحقوق تعرفت معنا هنا في الطريق وما وقفناش نقول للسيد العميد شوف جيب لنا برلماني العيساوي شفتوا حتى هنا خذوا شوفوا هذه مغلوقه دابا خذوا يعني كنا في الحقيقه يعني الطريق انها ما غنمشي فين حنا خاطر هذا الطريق هذه كنقول لهم حنا موالين البلاد وكنعرفوا الناس كيدير هنايا ودابا الله يجازيكم داونا خاصنا فلوس ملايير اللي خصك هنايا لا الطريق ماشي دير واحد الحاجه ناقصه اللي الدار لينا والدوله ما استفدنا حنا دابا حنا ربحنا كوارث الارض ديالنا مشات الارض ديالنا مشات ولا طريق وجيت الدوله مشاو والشركه ما هي كيراقب حتى واحد. واصبحت ساكنه في عزله تامه. في عزله تامه، وقال لي صرحنا في الجينا، هنا كما هي كنشركوا مع هذا واصبحت الكوارث، وزاد كملت الغابه. الغابه هذاك الناس كيغوزوا عليها السلطان ما بقاوش الناس يحرشوا يدو، راهو في الغابه لهنا. شوف هذاك الجبل كامل حنا كنغوزوا، السلطان هذه السنين حنا كنغوزوا، والناس ما عرفنا كيفاش المشكل ديالهم، شكون كيحميهم ولا شي حد كيهضر في جهتهم ولا ما نعرف. حنا كنقولوا السلطه كنقولوا ديال الخدم فيه وما عرفتش ما كاين دايره. السلام عليكم وشكرا، حنا كنقولوا المسؤولين الكبار وينتظروا فينا وينظروا الحقوق ديال المواطن هو كيفاش عايش. الباديه العالم القراوي حنا ما خافوش من كورونا. هذاك هذا الله جا المرض ديال عباس ما كان. كنطلب الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. كتشوف عينك. والسلطات اتخذت شي اجراءات يعني تنقذ الساكنه. يعني من هذه العزله اللي كاينه لان الساكنه كتعاني من جميع القطاعات الكهرباء منقطع يعني الغاز ما كاينش الغاز في المنطقه على كل حال نطلبوا من السلطات تدخل هذا اهل يعني منطقه اقليم شفشوان دوار تيغسوان متجر تيغسوان هذه الطريق الرابطه بين الجبهه و عبر من قبيلة بني قرير اللي كتربط بين الجبهة والحد من يرزين عن طريق قبيلة بني قرير هذا ما خلفته الأمطار.